يمشي زي المؤمنين، لأن الكفار هيشكوا فيه فيقولوا ده مش ملك. ما هو هينزل في، ولو جعلناه إيه ملكا لجعلناه رجلا. ما هو لازم يتخيل زي ما سيدنا جبريل كان ينزل في صورة دحية الكلبي، يا ربنا هيبعته لهم صح ملك بس في صورة رجل. ففي الحالة دي هيشك يقولوا ده مش ملك، ده رجل، احنا شايفينه رجله. وبعدين قال ايه؟ ولا لبسنا، يعني لو كان ملك لقضي الأمر. طب ولو كان رجل هيحصل اللبس، هيقولوا ده، فهيعملوا ايه؟ يقول لك والله تعالى مثلا نطلق عليه النار. لو كان رجل مش ملك هيموت، ولو كان ملك مش حتى لا تحكمه السورة. فيبقى الملائكة ماشيين في الأرض مهددين، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء. يبقى الملك كل شيء متعرض للاختبار، تعال نذبحه، تعال نقتله، ليه؟ عشان نتأكد هل هو ملك ولا رجل. ومش هيتأكدوا في أي حالة، حتى لو قتلوه هيقولوا احنا قتلنا ايه رجل. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني كل ما يجي لهم ملك هيختبروه عشان يتأكدوا هل ده ملك ولا مش ملك. طب نعمل ايه؟ ولله تعالى حكم جمة في أن اختار لهذه الرسالة رجلا عربيا. يعني في حكم تعجز العقول عن معرفتها، في السر أن الله اختار لهذه الرسالة رجلا عربيا. تمام كده؟ ليس بيان ما بلغ، ليس هذا موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم. ده الحكم، العلم وصل إلى يعني إلى حدوده في هذا الأمر، لكن في حكم وأسرار وراء ذلك لا نستطيع أن نقف عندها لأنه ليس هذا مجال. وقد قال تعالى الله أعلم. هو مين اللي بيرسل؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ فما تقولوش ليه أرسل، هو أعلم. ولا نشك مثقال ذرة في علم الله وحكمته. فإذا أرسل واحد عجمي عربي خلاص الحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. الله أعلم، لأنهم قالوا هذا الكلام وسجله القرآن وقالوا إيه؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ليه احنا ما نبقاش أنبياء؟ احنا ناقصين ايه؟ ناقصين. تبدأ اعتراض على الاختيار الإلهي. فالجواب ايه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وانتوا لو تصلحوا أصلا للرسالة كان ربنا اختاركم. بيد أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان عربيا كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العرب. هذه كمان قضية أخرى، لما هو عربي يبقى بحكم الضرورة لا يتكلم إلا بلسان العرب، ومع ذلك مرسل إلى جميع الأمم. طيب كيف يخاطب الأمم الأخرى بألسنتهم وهو غير عربي، وهو غير يعني لا يعرف لغتهم؟ ولا فلازم أن يكون المتلقون منه الشريعة بادئ ذي بدء عربي. بادئ ذي ليه بدء ليجتم بدء؟ بادئ ذي بدء بدء. كله أسمع يقول لك ذي بدء، منين جاب الكسرة دي؟ فالعرب هم حملة شريعة. يعني إذن لما الرسول عربي يبقى لازم اللي يتلقى عنه الرسالة مباشرة يكونوا يتكلمون العربي. خد بالك من الحتة دي. ما ليه في القرآن يقول فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؟ مع أنه سيدنا موسى ماشي لسان عبري، سيدنا إبراهيم سرياني مثلا، سيدنا نوح كذا. أما سيدنا محمد ليس مرسل إلى إيه؟ العرب فقط، فلازم يكون يتكلم كل اللغات، لأنه مش قوم، يعني عنده أكثر من قوم، وكل قوم بيتكلموا بإيه؟ بلغة. فلازم يكون عنده مثلا 10 لغات على الأقل مثلا، أو 7، عشان يخاطب دول اللغات الأساسية.
ومع ذلك بيقول لك لا، أصل اللحية تلقى عنه الرسالة، مش العجم ده اللحية تلقاها أول ما يتلقاها هم العرب، وما ينفعش يتلقاها غيرهم. ليه؟ لأنه فقط مش الرسول من أمة عربية أو عربي، بل الشريعة والكتاب عربي، فلا يمكن أن يفهمه غير العرب، فلازم ينزل على بيئة عربية. أما دور الأمم هيجي بعدين. فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها. يبقى إذن الوعاء الأول، وذلك في حاجة إحنا نسينا نقولها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. مين قومه؟ أنت هتقول كل العالم، أقول لك لا، قوم العرب، وإنه لذكر لك ولقومك، مش كده؟ وقال الرسول يا رب إن قومي، يبقى يقصد مين؟ العرب. إنما العالم ليس قومه وإنما أمته، فلم يقل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان أمته، وإلا هنا حيتعذر، فقال إلا إيه؟ بلسان قومه. يبقى هذا الكلام ماشي مع كل الرسل، ما تقولش لا ده سيدنا محمد مرسل إلى العالم كله وليس هناك إلا إيه؟ لا تقل هذا. قال فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها وهم من جملتهم. يبقى في فرق بين القوم وبين الأمة. واختارهم الله تعالى لهذه الأمانة، يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال الله أعلم حيث يجعل، خلى العرب اللي هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة الأمانة إلى بقية الأمم، تمام، إلى سائر المخاطبين بها وهم من جملتهم. يعني صحيح إنه العرب هم من جملة المخاطبين، لكن ليسوا كل الإيه؟ المخاطبين. واختارهم الله لهذه الأمانة اللي هي أمانة التبليغ وحمل الرسالة إلى الآخرين، لأنهم يومئذ، خد بالك يومئذ، شوف الشيخ دقيق الله يرحم سيدنا الشيخ الطاهر بن عاشور، لأنهم يومئذ، يعني لو كان في أيامنا ذي كان إيش قال العبارة دي، قال لأنهم يعني العرب يومئذ، يوم أن شرفهم الله تعالى بأن جعل الرسول منهم، امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربعة لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم. يعني كان العرب في الوقت ده، إنما لو في أيامنا دي ما فيش رسالة والحمد لله ما فيش رسل في الأيام دي، امتازوا بأربع صفات لم تجتمع لأمة أخرى. إيه هي الأربعة مولانا؟ وتلك هي جودة الأذهان وقوة الحوافظ وبساطة الحضارة والتشريع والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم. شوف الأربع صفات، أول حاجة جودة العربي بحكم البيئة والصفاء والأكل اللحم الضأن والتغذية. لما تعالى شوف يعني في بلاد والله ما نعرف ناكل، ما نروح الهند ولا حتى ماليزيا حاجة صعبة. فالتزكية والتكوين الفطري، فعندهم جودة الإيه؟ الأذهان، ولذلك تجد الحفظ والعلماء والعباقرة فيهم هم، وقوة الحوافظ، يعرف نسب ونسب أبو أمه ويعرف التاريخ وحفظ القصص والأمثال. والعجم أبو فلان خلاص نفرين ثلاثة وبعرف شو كده حاجة ذا، خلاص ينسب نفسه الآدم بعدك، مش يعني لا يستحضر زي العرب القوة، قوة الحوافظ ومعرفة الأنساء حاجات يعني، وبساطة الحضارة، وما فيش عقد عندهم ولا فلسفات اليونان ولا الرومان، يعني ناس بسطاء. وبعدين والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم، مش مختلطين، ما حدش غير عاداتهم ولا تقاليدهم ولا ثقافاتهم ولا طباعهم، يعني حافظوا على إيه؟ ما عندهم سواء من محاسن أو من مساوئ.
يعني ناس ما تأثرش فيهم إيه ولا تلعب بهم الأهواء. فما ينفعش يكون الرسول من أمة أخرى إلا من هذه الأمة. فهم بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتفهم. يعني واحد يقول لك طبيعة دخل الأوصاف دي جودة له الأذهان وقوة الحافظة وبساطة الحضارة والتشريع والبعد عن الاختلاط. قال لك دي مهمة جدا. الوصف الأول اللي هو إيه؟ يبقى كده في الحالة دي هم أهل بهذا الوصف لفهم الدين وإيه؟ وتلقينه. يعني مش هيضبطوا، مش هيحفظوها، مش هيلخبطوا، مش هيهرتلوا، لا. وبالوصف الثاني أهل لحفظه وعدم الاضطراب في تلقينه. يعني هيتلقوا يبلغوا البعض ربما مبلغ أو هكذا. يبقى كده إيه التلقي والإسناد، وذلك ما فيش إسناد عند غيرهم. وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق به. يعني الوصف الثالث اللي هو إيه بساطة الحضارة والتشريع، يعني ما عندهمش عقد نفسية، فبسرعة يتخلقوا ويترجم القرآن، يعني يعيشوا مع القرآن، مش يحفظوه كأمور نظرية أو مواد، لا، بسرعة يعني يتفاعلوا معاه. إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة ولم يعني لما يكون فطرة سليمة تؤثر فيك التعليم، لكن عندك فطرة منتكسة صعب جدا. ولذلك إيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود يشكل لأنه على الفطرة، لكن لو ما كانش على الفطرة لا يمكن تشكيله. فالعرب ممكن تشكيلهم بحسب إيه الفهم الدين الصحيح. إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة ولم يكونوا على شريعة معتد بها متماثلة حتى يصمموا على نصرها. يعني لو كانوا مثلا زي أهل الكتاب عندهم شريعة سابقة وتعليم كانوا تمسكوا بها، لأنه الواحد يألف ما إيه ما اعتاد عليه وما يرضاش يغير ويتكبر. وذاك وده سر تكبر اليهود والنصارى. ليه؟ قالوا ما احنا عندنا شريعة واحنا أسبق واحنا أولى منهم. وكلام يعني كثير ما فيش داعي نقوله. اللي خلاهم تركوا الدخول في الإسلام الكبر والحسد، وده كثير من أهل الكتاب لو حسدا، لأنه كيف ربنا يختار وإحنا أولى وإحنا قبلهم ولينا الأسبقية. زي ما واحد يكون مثلا جاهل ويجي مثلا زميل يقول لك أصلا أنا أقدم منه، مش يقول أعلم أو أنا أحفظ، لا أنا قال أقدم. إيه اللي أقدم ما تخليك يعني في الكهف ما دامت أنت من القدماء. نعم كل حجة أنه بل أقدم. وبالوصف الرابع أهل لمعاشرة بقية الأمم. الوصف الرابع اللي هو إيه أنهم ما اختلطوش به. إذ لا حزازات بينهم وبين الأمم الأخرى، فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين يعني ما فيش بينهم وبين الأمم الأخرى حزازات وعداوات. يجي واحد يقول لك يا أخي لما فيه فإن حزازات اقرأ فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين قبائلهم، يعني كانوا مع بعض، إنما مع العالم الخارجي ما كانش بينهم إيه حزازات. بخلاف مثل الفرس مع الروم ومثل القبط مع الإسرائيليين. يعني الفرس مع الروم حروب يعني لا نهاية لها، إنما العرب كانوا مع بعض فقط، شاطرين على إيه على بعض، ما لهمش دخل بإيه بالناس الآخرين. ولا عبرة بما جرى بين بعض قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قار ويوم حليمة. يعني عاوز أقول لك يعني يجي واحد يقول لك أنت بتقول ما فيش حزازات ولا مشاكل بين الإيه العرب وبين الفرس والروم، مش كده؟ لكن أثبت أو ثبت في التاريخ أنه كان فيه صراع بين العرب مع الفرس أو مع الروم في نحو يوم ذي قار ويوم حليمة. ليه؟
لأنها حوادث نادرة. يعني أقول لك دي مش حوادث متكررة زي اللي كانت بين الروم وبين الفرس، على أن العرب في المعارك اللي كانوا فيها مع الفرس ما كانوش هم بيقاتلوا الفرس مباشرة، خلي بالك، كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم من الفرس أو الروم. يعني كان في قبائل متحالفة، فكأنهم كانوا يعني مش داخلين، نعم، يعني بيقاتلوا لحساب غيرهم، مجاملة يعني كده، يعني بتوع ناس بتوع شهامة ومروءة، يعني بيدخلوا في حروف يعني مش هتعود عليهم. وبعدين بيجيب مثال بإيه، بيقول في نحو يوم ذي قار. يوم ذي قار ده، قار ده موضع ماء، بطحاء ذي اسمه كده، بطحاء ذي قار موضع ماء. يوم هزمت، اليوم ده اللي هو يوم ذي قار، هزمت العجم، الفرس طبعا ايه هزموا، ومين اللي هزمهم في اليوم ده؟ العرب. يعني العرب هزمت فيه العجم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين وقع قتال بين العرب والفرس في العراق، وانتصر فيه العرب. سبب ايه القتال ده؟ زي ما انت قلت كده، ايه كان سببه؟ ان كسرى، اللي هو طبعا كسرى ده يعني ملك، مش هو اللي هو يزد اللي كان، يعني اي واحد يال الحكم يسمى كسرى، زي فرعون ده برضو مش اسم. فكسرى ايه اللي حصل منه؟ غضب على، في كانت مشكلة بينه وبين النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فلجأ النعمان إلى هانئ ابن مسعود الشيباني. لما عرف أنه كسرى بيهدده هو ملك، فراح لجأ إلى إيه؟ هانئ ابن مسعود الشيباني، فاستودعه اللي هو النعمان بن المنذر. لما عرف أنه كسرى قوي حيهدده ممكن يقتله، فراح استودعه أهله وماله وسلاحه، خلى المال والسلاح والأهل في حماية مين؟ في حماية هاني بن مسعود الشيباني. ثم عاد فما لقيش يعني فائدة، فاستسلم لكسرى. فلما استسلم عن سلم نفسه، فسجنه كسرى ثم قتله. ثم كسرى ما اكتفاش كمان بسجنه وقتله، أرسل إلى مين؟ إلى هاني ابن مسعود اللي عنده إيه؟ اللي عنده الوديعة، مش استودعوا أهله وماله وسلاحه. فعمل إيه كسرى؟ طلب يا مولانا من هاني ابن مسعود وديعة النعمان، يعني عاوز يقول له سلمني السلاح بتاعه، وسلمني المال اللي تركه عندك، وسلمني أهله كمان. هانئ شاف هذه ايه كبيره وعيب، لانه العرب لا يقبلون راجل قتل وتوكل على الله، كمان يعني اسلمك اهله، اسلمك عرضه، واسلمك ماله، فشافها يعني مذمه. العرب طول حياتهم حيضربوا بها المثل في الخسه، فرفض. فلما رفض اللي هو هاني ابن مسعود، هو من بني شيبان، غضب كسرى على بني شيبان جميعا، جن جنونه، وعزم على قتالهم واستئصالهم. قال عاوز يأدب القبيلة كلها، مش هاني ابن مسعود فقط. فجهز كسرى جيشا كبيرا، جيشا ضخما. فلما بلغ الخبر بني شيبان استجاروا بالقبائل المجاورة، ده غزو تهديد، فاستجاروا بالقبائل الأخرى، واستقر رأيهم على البروز، يعني يبرزوا إلى جيش كسرى ببطحاء ذي قار موضع الماء ده. فعشان كده سمي هذا يوم إيه؟ ذي قار. أما يوم حليمة، دي حليمة بنت الحارس ابن جبلة، كان أبوها وجه جيشا لمحاربة المنذر ابن ماء السماء، فأخرجت لهم طيب وبخور وطيبتهم، وهو
أشهر أيام العرب اللي هو يوم حليمة ده، ارتفع فيه دخان البخور حتى غطى عين الشمس، بخور كثير جدا غطى الأفق. ويوم حليمة ده بيقولوا يضربوا بالمثل، يقولوا وما يوم حليمة بسر، يضرب في الشيء المعروف ولا يمكن إخفاؤه، لما يكون شيء معروف ومش ممكن إن احنا نخفيه أو يعني نداري عليه، فيضرب المثل بيوم حليمة. ويومها من أشهر أيام العرب قبل الإسلام، وقعت فيه حادثة غزو جيش المنذر ابن ماء السماء، تمام كده، ملك العراق لديار الايه اللي حليمة بنت الايه بنت الحارث في بلاد الشام. ده يوم ايه؟ يوم حليمة. يلا يا شيخ. سيدنا كان اصلا القبائل اللي كانت في الحيرة ديت كان قبائل عربية متحالفة مع الفرس. ايوه. والقبائل اللي كانت في الشام قد قبائل عربية برضو متحالفة مع الروم. يعني الروم عاملة خط دفاع عشان ما تتدخلش مع العرب مباشرة. ايوه. كحاجز يعني كده. يعني لم تكن لحزازات بينهم وبين الفرس. قبائل مع بعض. يعني كأنهم بيقاتلوا لحساب غيرهم. أيوه. نعم. على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم. أيوه لحساب غيرهم، يعني مش لهم. انتصارا لغيرهم من الفرس أو الروم، فإحنهم معهم محجوبة بإحن من قاتلوا هم وراءهم. يعني الإحن بتاعتهم وراء الإحن الأصلية الأساسية. ومن أعظم ما يقتضيه عموم الشريعة أن تكون أحكامها سواء لسائر الأمم المتبعين لها بقدر الاستطاعة، لأن التماثل في إجراء الأحكام والقوانين عون على حصول الوحدة الاجتماعية في الأمة. ده مهم جدا يكون في تماثل في إجراء الأحكام للكل. يعني لو ربنا سبحانه يفرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، ما يقولش أصل الحكام يصلي وقت واحد ولا الوزراء يصلوا 3، لا كله متساوي. ده يخلي ايه؟ عون على الوحدة الاجتماعية في الأمة. ولهذه الحكمة والخصوصية جعل الله هذه الشريعة مبنية على اعتبار الحكم والعلل التي هي من مدركات العقول لا تختلف باختلاف الأمم والعوائد. وقد أجمع علماء الإسلام في سائر العصور إلا الذين لا يعتد بمخالفتهم على أن علماء الأمة مأمورون بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط منها، وجعلوا من أدلة ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. شوف رب يقول فاتقوا الله، والاستطاعة تختلف من أمة لأمة من شخص لشخص، لكن في الآخر كلها في دائرة ليه؟ الاستطاعة. وقوله تعالى فاعتبروا، ما قالش يا أيها العرب ولا قال يا أولي الأبصار. وهما دليلان خطابيان، ولكننا نتمسك في هذا بالإجماع وعمل الصحابة وعلماء الأمة في سائر العصور. ولذلك في سر عجيب، مع أنه الشريعة نازلة باللغة العربية، تمام كده، ولكن لأنها تخاطب العقول وتناسب الفطرة تفانى غير العرب في خدمتها. فتجد الفقهاء الكبار مش عرب، وتجد المصلحين والزعماء مش عرب. إيه اللي خلوا؟ كانت العملية عصبية أو قومية، غير العرب لا يمكن يتدخل، يقولك لكن عارفينها إيه؟ عامة لجميع البشر. لكن الوعاء اللي هي نزلت فيه والمجتمع مجتمع عربي عشان الصفات اللي قلنا اللي هي متميزين بها. ومع ذلك تجد أن جميع من خدموا الإسلام أو معظم من خدم الإسلام خدمة عظيمة ليسوا عربا. حتى مرة كانت في قصة كمني ربي بيقول له قل لي أسماء فقهاء الأمصار، فقيه البصرة، فقيه الكوفة، فقيه مش عارف الشام، فقيه كلهم يقول له مين، يقول له فلان، مش حافظ الترتيب، فيقول له مولى أم عربي، يعني مولى من الموالي، يروح يقول له مولى فلان، يقول له مولى فلان، مولى فلان، كلهم موالي. ف
فراح قال له سبحان. حتى الشاطبي لما قال ايه ابو عمرهم واليحصبي ابن عامر القراء صريح دول هم العرب اللي ابو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي الشامي وباقيهم احاط به الولا. فقال له قراء علماء الامام البخاري من بخارى والامام مسلم وابن ماجه كله ده مش عرب. فين الائمه بتوع نحن هتلقى مش عارف ابن حسين هم اللي دول مزقوا الامه انما التانيين حافظوا على ايه. فشفت كده القوه جت فين. فبيقول له يعني كلهم موالي لحد ما قال له مين فقيه قال له ابراهيم النخعي قال مولى ام عربي قال بل عربي. قال سبحان الله كادت روحي تخرج ولا أسمع أن هناك فقيها عربيا كل عاجم. قال له ما ذنبنا إذا كانت الأعاجم تسمو بأنفسها وأنتم ركنتم إلى الشهوات والدنيا والمال الله. قال ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة يعني أعظم أعظم فقهاء الأمة مثلا الإمام أبو حنيفة النعمان من الفارسي ليس عربي. قال ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن. يعني إيه الآثار المترتبة على إن الشريعة عامة عشان تصلح لجميع أجناس البشر وفئاتهم وطبقاتهم لازم يكون التشريع على هيئة قواعد كلية لا يتعرض للجزئيات. شوف يريد الله بكم اليسر ولا يريد أمر كل عام والله لا يحب الفساد. أي فساد؟ ما قالش لا يحب الفساد اللي بيعملوا العرب فساد عند العجم عند العرب عند كل فساد ربنا ما يحبهوش أي فساد وليس لكن ألعن أنواع الفساد فساد العرب بالذات لأنهم إذا أفسدوا بيسبق غيرهم لكن في الصلاح والخير يسبقهم غيرهم أما في الفساد أساتذة كبار. وقوله ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس مش العرب. ما تلقاش آيات وتتكلم عن العرب إلا نادر خالص. وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكم في القصاص هذه عبارة جامعة تصلح لكل المجتمعات سواء كان مجتمعات عربية غير عربية. وفي الأحاديث نجد القواعد العامة مثل يعني قلنا التشريعات أحكام عامة أو كلية. إن دماءكم بيخاطب المسلمين أو بيخاطب الناس كلهم. إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام. وقوله ما أسكر كثير سواء كان خمر كان عنب كان تمر أي سواء شربته في مكة شربته في المدينة شربته في باريس ما أسكر كثيره إيه فقواعد عامة كلية. وقوله لا ضرر ولا ضرار. وكذلك المجملات والمطلقات التي في القرآن معظمها مراد إطلاقه وإجمال. يعني في مجمل تعرفين في المصطلحات الأصولية في مجمل يقابله إيه المجمل المبين أي تمام. وبعدين في مطلق يقابله المقيد وفي عام يقابله يعتقد إيه المجملات والمطلقات في القرآن معظمها مراد إطلاقه يعني ما فيهوش تقييد إلا في النادر. وللفقهاء في تطلب بيان المجمل وتقييد المطلق بحمل اللفظ المطلق في موضع على مقيد في موضع آخر. يعني بقول لك كده القاعدة اللي عند الفقهاء وانتم درستم بقول لك إذا كان في مطلق وفي مقيد حمل المطلق على المقيد لكن بشرط إذا اتحدت القيود. لكن إذا تعددت القيود لا. زي إيه إذا اتحدت القيود؟ يعني مثلا سيدنا الشيخ في الآية بتاعت الظهار فتحرير رقبة ما قالش مؤمنة خلاها مطلقة لكن في آية تاني رقبة مؤمنة اللي هي في القتل الخطأ صح كده. فأحيانا إيه يجي اللفظ مطلق فيقول هنا جاء في موضع مطلق وفي موضع مغلق فنحمل الايه
لأنه قيد واحد. إنما مثلا تعالى كده إيه، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله رواية، وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، ده مقيد وده مقيد، صح كده؟ في رواية مطلقة اللي هي كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله، فليه هنا ما حملوش في البسملة المطلق على المقيد؟ لأنه هنا في قيدين، قيد الحمدلة وقيد البسملة، أما لما يكون قيد واحد يحمل المطلق على الإيه؟ وش معنى لما ده ذكر وده ذكر؟ ليه احنا نتحكم نقول هنا بسم الله سيب الحمد لا، هذا تحكم. فلازم يكون القيود متحدة، إنما إذا تعددت لا يحمل المطلق على الإيه؟ لا. حمل اللفظ المطلق في موضع على مقيد في موضع آخر، وإن لم يكون من نوع أقول لك وإن لم يكون من نوع واحد، يعني من نوعين. وقد وقع ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم في فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو بالكوفة. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود وقع لي فهم غير الجمهور. مثلا هات الآية بتاع من حفظ القرآن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم. بس أمهات نسائكم، هل قيد هنا؟ مطلق. لكن في قيد بعدين، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء اللاتي، قيد هنا اللاتي دخلتم به بهن ماشي، فإن لم تكونوا بقى. يبقى هنا في قيد ولا ما فيش؟ اللي هو إيه؟ الدخول. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود قال إيه؟ قال العقد على الأم، تمام كده، لا يحرم البنت. لما كلام الجمهور لا، قال ليه؟ لأنه بيقول كده إيه، ما ينفعش العقد على البنت. احنا القاعدة، لو نقول القاعدة عشان نفهمها، القاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، دي القاعدة بتاعة الجمهور. ابن مسعود فهمها كيف رضي الله عنه، بيقول ايه، العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم. ليه؟ لأنه حمل المطلق أمهات نسائكم على المقيد، لأنه بيقول حملا على قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حتى رجع ابن مسعود إلى المدينة فأخبر أن السنة مضت على اعتبار الإطلاق في الموضع الأول، وأمهات نسائكم مطلق، يعني بمجرد العقد على البنت أصبحت الأم محرم حتى لو ما دخلش بالبنت، يعني ممكن يسافر معها الحج، ممكن يروح معها العمر، خدت حكم المحرمية لأنها أصبحت أم زوجته بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد. العقد. لكن ابن مسعود دخل الأولى في الثانية، فالأولى مطلقة، الثانية اللي هي وربائبكم اللاتي في من نسائكم اللاتي دخلتم، يعني معناها إذا ما دخلش بالأم يبقى لا تحرم البنت إلا بالدخول بالإيه؟ بالأم. لكن اللي استقر عليه الجمهور هو إيه؟ أنه مجرد العقد على البنات تصير الأم محرما، أما العكس بالنسبة للأم، الدخول بالأمهات، يعني لو أنت عقدت على امرأة ولم تدخل بها يبقى في هذه الحالة يجوز لك أن تأخذ بنتها إذا لم تدخل. فهمنا كده ذي؟ يلا يا مولا عشان نخلص. ومن العجيب أن أهل الأصول توسعوا في حمل المطلق على المقيد ولو كان الإطلاق في الحكم التقيد في جنسه. يعني وسعوا حتى كلمة، يعني هنا أمهات وهنا أمها نساء، يعني من نسائكم وهنا إيه من نسائكم، لأنه هنا إيه في قيد في الجنس اللي هو كلمة نسائكم، لكن ما فيش القيد، مش في النوع، القيد فين؟ في الجنس. فاهمين طبعا. ومن
وما كان من التشريع جزئيا وهي قضايا الأعيان. شوف لنا مكان نقف فيه كده. وما كان من التشريع، أنا حدور على المكان بس انتظر عشان انت لو دورت أن يراد تعميمها، عشان انت لو قعدت تدور أروح أنا إيه ماشي كان صدق. وتحتمل أن يراد تخصيصها، ولعل هذا النوع هو الذي نهى. أنا عرفت المكان اللي حنقف فيه. يلا ولعل كده. هذا النوع هو الذي نهى رسول وما الله. كان عاوز أقول لك التشريع الأصل في أنه يكون كليات، وما كان من التشريع جزئيا اللي بيسموها قضايا الأعيان تحتمل أو تحتمل مش كده؟ تحتمل أن يراد تعميمها، يعني حتى الأمور اللي وردت في مسائل جزئية يحتمل فيها احتمال إنها مراد بها العموم مش خاصة يعني. وتحتمل أن يراد فيها احتمال اللي هي الجزئية، ممكن يكون جزئي لكن المراد به الإيه، زي كنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لواحد يقول له لي خاصة يقول لك ولا وعام يبقى كده إيه، وفي احتمال أنها تكون مسألة في عين لا يقاس عليها. ولعل هذا النوع هو الذي نهى رسول الله عن كتابته فقال إيه لا تكتبوا عني غير القرآن. أهنا إذي هل ده عام ولا إيه مسألة في معينة أبقى معين. ولعل هذا النوع هو الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابته فقال لا تكتبوا عني غير القرآن خشية أن تتخذ الجزئيات الخاصة كليات عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أبو شاه أن يكتبوا له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز أقول لك أنه ده مش أمر عام، ولذلك لو كان عام كانوا احتاجوا أنه ياخذوا إذن من سيدنا رسول الله عشان يكتبوا لإيه لأبي شاه تمام، أن يكتبوا له قول الرسول في تحديد الحرم لحدود الحرم المكي. فقال لهم اكتبوا لأبي شاه. هل ده أمر جزئي خص هذا الرجل ولا عام الكل؟ ولذلك نجد بين العلماء اختلافا كثيرا في الاحتجاج بقضايا الأعيان وبأخبار الآحاد إذا خالفت القواعد، يعني الكليات اللفظية أو المعنوية، أو خالفت القياس، أو خالفت عمل أهل المدينة على مذاهب معروفة في أصول الفقه. إذن فمراعاة عوائد الأمم المختلفة وخلاف الأصل في التشريع الإلزامي. وإنما يسعوه تشريع الإباحة حتى يتمتع كل فريق من الناس ببقاء عوائدهم، لكن الإباحة لما كان أصلها الدلالة على أن المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مفسدة معتبرة لازم أن يراعى ذلك في العوائد. فمتى اشتملت على مصلحة ضرورية أو حاجية للأمة كلها أو ظهرت فيها مفسدة معتبرة لأهلها لازم أن يصار بتلك العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب أو تحريم. ولهذا نرى التشريع لم يتعرض لتعيين الأزياء والمساجد. يعني لهذا السبب التشريع لم يتعرض لتعيين الأزياء زي أزهر زي فرنج زي مغرب زي يمني، ترك هذا ليه؟ لأجعلها في دائرة المباح. والمساكن تسكن في بيت، تسكن في بدروم، تسكن على السطوح، تسكن في خيمة، ما تعرضش للشرع ما قالكش لازم تسكن في حجرة في شقة ثلاث غرف وصالة واثنين حمام. ايه ده التشريع ما دخلش في المسألة دي خلاص. وبعدين المراكب يعني ما قالكش لازم تركب شيء معين، فلم يندب الناس إلى ركوب الإبل في الأسفار، ولم يمنع أهل مصر والعراق من ركوب الحمير ولا أهل الهند، يعني احنا مشتركين مع الهند في ركوب الحمير والتركي من الحمل، ولا أهل الهند والتركي من الحمل على البقر تمام. ولذلك لم يحتج المسلمون إلى تطلب دليل على إباحة استعمال الإيه العجل، العجل والعربات والارتاوات تراها العجل عشان العربات يعني عارف لو جاب معها البغل يبقى ماشي، انما العربات وكذلك اصناف المطاعم، يعني في ناس عرب بيروح ياكل في مطعم صيني
هل ده حرام مثلا؟ والصيني يروح ياكل في مطعم انجليزي، حاجه تحير، المفروض يكتب عليه ممنوع دخول غير الصينيين. والله مرة أحد حكى لي كذا من مشايخنا، قال لي في لندن، لندن في أوروبا في مطعم مكتوب، والله مكتوب على الباب كذا، عارف إيه المكتوب؟ ممنوع دخول العرب والكلاب. والله والله على باب المطعم أخبرنا، أنا شفتش، أنا ما روحتش البلد، ممنوع دخول العرب والكلاب. شوف سوونا به. وكذلك أصناف المطاعم التي لا تشتمل على شيء محرم الأكل، بحيث لا يسأل عن ذلك إلا من هو جاهل بالتركيب أو جاهل بكيفية التشريع. لو واحد سأل عن هذا يبقى جاهل، ما أعرفش كيف. فنحن نوقن أن عادات قوم ليست يحق لها بما هي عادات أن يحمل عليها قوم آخرون في التشريع، ولا أن يحمل عليها حتى أصحابها. نعم يراعي التشريع حمل أصحابها عليها ما داموا لم يغيروها، لأن التزامهم إياها واضطرادها فيهم يجعلها منزلة منزلة الشروط بينهم. لذلك في شروط ليتعارف عليها الناس، بس ما لم يحل حرام أو يحملون عليها في معاملتهم إذا سكتوا عما يضادها. ومثاله قول مالك. شوف مثال جميل في الفقه المالكي، قول الإمام مالك بأن المرأة ذات القدر لا تجبر على إرضاع ولدها في العصمة. المرأة الوزيرة رئيس الدولة لا تجبر هذه على، تمام؟ ليه؟ طب ما سيدنا الإمام مالك ودت فين الآية والوالدات ومش دي أمه؟ قال لك لا، لأن ذلك عرف تعارفه الناس، اللي هو إيه؟ المجتمعات اعتادوا أنه المرأة غير ذات القدر. العادية اللي هي المرأة اللي ربت بيت هي اللي بترضع، إنما الوجهاء والكبار ما لا ترضع. فخلوا ده إيه حسب إيه العرف. وجعل قوله، شوف فهم الإمام قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، مخصوصا بغير ذات القدر. النساء بتوعنا الممرمطين هنا وهنا دال ماشي معهم، إنما وفي حاجة تانية، أو جعله اللي هو قوله تعالى والوالدات يرضعن لغرض التحديد بالمدة وليس مسوقا لأصل إيجاب الرضاع. يعني الآية جاءت عشان إيه؟ تبين المدة، مش عشان توجب الأصل، لأنه الأصل بدافع الجبلة أو الفطرة، سواء كانت يعني أفرض مثلا مش مؤمنة أو مش مسلمة، بترضع ولا بترضع؟ بترضع. أما الإسلام فائدته إيه هنا؟ التشريع هنا بيان المدة، لأنه ممكن في الجاهلية كانت تسيبه 5 سنين يرضع مثلا، فعاوز يقول لك حولين فقط، بعد الحولين لا يعتبر هذا الإيه الرضاع. ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها في التشريع، إذا روعي في تلك العوائد شيء يقتضي الإيجاب أو التحريم، يتضح لنا دفع حيرة وإشكال عظيم. لا خليك واقف هنا كفاية كده، عشان ده موضوع أنا كنت عاوز أوصل عند، لكن يكفي كده، حنقف هنا مشايخ، أصبر بس كده عند الله.